المسلم يا جماعة عبادات ومعاملات. صح. العبادات خاصة فيك أنت تستفيد منها، والأخطر منها المعاملات. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم أنه يوم الجمعة، لاحظ الرحمة كم لها من الأجور. امرأة سقت كلب، تعامل. امرأة حبست قطة في النار، الدين التعامل، تعامل كيف مع الحيوان. كذلك مع الإنسان، لو تشوف كل الأحاديث اللي فيها رحمة أجورها عظيمة، يحبه الله. أي شيء يحبه الله سبحانه وتعالى هو في قضية التعامل مع الشخص. من قام في حاجة أخيه أو ذا، كأنما كان الله في عون العبد، ما كان, كان لا وكأنما كان قام لن أقوم في حاجة أخي، في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي. تروح في حاجة شخص تقضيها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل لك من شيء لنفسك عبادة لمدة شهر. خلونا نقفز لأبو عبد العزيز قفزة حلوة كذا من خط 18. يا سلام أبو عبد العزيز نبي كذا، أنت بحكم ما شاء الله أنا أعتقد خبراتك، يمكن لو نجيب لك الرياضة تلقى خبرة، تلقى بالأمور النفسية، تلقى بالعطور، ما شاء الله بحر. بحكم أنها طبعا تعايشك مع البرامج. أنا قزم أمام جبل ما شاء الله. الله يحفظكم عليكم زود ما شاء الله كلكم أبو تركي ما شاء الله تبارك الله. لكن نستغل قضية الموضوع رمضان فرصة، يعني رمضان فرصة في التجديد والتغيير و بداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، مع من حولك، كيف تكون إيجابي.